الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية، هذا هو المقطع الخامس، طبعا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو المقطع الخامس من مناهج البحث العلمي. يعني وضعت الآن أو نشرنا في المقاطع الأربعة الأولى مقدمة بسيطة عن مناهج البحث العلمي، علاقة البحث العلمي بالقرارات، ثم قدمنا مقطع خاص يميز بين الارتباط والسببية، المهم جدا جدا. في المقطع الثالث والرابع قدمنا الخطوة الأولى من مناهج البحث العلمي والخطوة الثانية. الآن هذه الخطوة الثالثة اللي هي طبعا معروفة لديكم، صياغة المشكلة، كيف نصوغ المشكلة. لكن قبل الحديث عن صياغة المشكلة لابد أن نتعمق الآن ببعض المفاهيم الواجب على الباحث أن يعرفها قبل صياغة المشكلة. الفرضية، أول واحد من هذه المفاهيم فرضية. الفرضية التي لابد أن يعني هي العمود الفقري لأي بحث علمي، هي اعتقاد أو ظن أو تخمين حول علاقة ما بين متغيرات، علاقة ما بين أو علاقات، علاقة أو علاقات بين متغير أو متغيرين أو متغيرات ما. يمكننا تعريف الفرضية بأنها رأي منطقي أو استنتاج منطقي حول علاقة ما بين متغيرين أو أكثر، يعبر عنها على شكل قول أو عبارة قابل الاختبار. هذا القول أنا أقول كذا وكذا، هذا القول يجب أن يكون قابل الاختبار حتى يعني ندعي بأنه فرضية. العلاقات هي آراء أو استنتاجات مبنية على شبكة من الترابط. يعني يجب علينا أن نميز بين الفرضية والعلاقات. العلاقات هي آراء أو استنتاجات مبنية على شبكة من الترابط المؤسس على إطار نظري ما مساق في مسألة البحث. يعني بالاقتصاد على سبيل المثال نقول نحن هناك علاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار، ثم الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي، ثم الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك والادخار ومشي. هذه شبكة علاقات مبنية على إطار نظري كما ذكرنا. المتغير أو المتغيرات، المتغير هو أي كمية أو نوعية تتبدل قيمتها من حين لآخر أو حسب يعني الحال، يأتي على هيئة كمية. المتغير يأتي على هيئة كمية أو نوعية، عندي quantity أو quantitative وqualitative quality. من الأمثلة على المتغيرات الأوزان، الأطوال، المسافات المقطوعة، النوع اللي هو جندر، اللون، اللون أحمر أصفر أخضر، هذه quality اللي هي نوعية، الجهات الجغرافية نوعية، مستوى التعليم، مستوى السنوات إذا كمية، عدد العمال في الشركات كمي. إذن هنا يجب علينا أن نفرق بين متغير كمي ومتغير نوعي. المتغير الفاريبل والصفة الأتريبيوت، قد يحمل المتغير الكمي أي قيمتين أو أكثر. يعني لا نستطيع أن نقول بأن العدد 5 هو متغير، هو ثابت، لكن إذا كان عندي 5 و6 و7 وهكذا فيصبح متغير. أما المتغير النوعي أو الصفة كمتغير فلا يحمل أو تحمل إلا قيمة واحدة من قيمتين. في بعض الحالات يكون قيمة واحدة من عدة قيم، سأبينها بعد قليل. فالمتغير الكمي هو كمية عددية، أما الصفة فهي نوعية. نوعية مهم جدا أرجوكم. أمثلة، المتغير النوعي كالنوع اللي هو الجنس هو صفة تأخذ حالتين، إما ذكر أو أنثى. لاحظوا لي هنا فقط نوعية من شكلين. أما مثلا مدى الاتفاق هنا، كم أنا متفق أن هناك مثلا لنفترض بأنني ادعيت بأن الطقس جميل، كم توافقني هذا الرأي؟ موافقة ضعيفة جدا أو ضعيفة أو حيادية أو قوية أو قوية جدا. فمنقول بالحالة هاي أنه خط الأعداد المصمم لهذا الرأي اللي هو الاتفاق، ماذا الاتفاق على ميزان ليكرت، ليكرت سكيل، يأخذ الآن مدى الاتفاق بيننا حول الطقس واحدا من القيم الآتية أو واحدة: 1 للتوافق الضعيف جدا، أو 2 للتوافق الضعيف، أو 3 للحياد. لاحظوا لي هنا 1 ضعيف جدا، ثم انتقلنا إلى توافق ضعيف، ثم حياد، ثم توافق، ثم توافق قوي. وعلى الميزان 10 قد يأخذ مدى الاتفاق أي قيمة بين 1 الصحيح والعشرة، وعلى الميزان 100 قد يأخذ مدى الاتفاق أي قيمة بين 1 الصحيح والمئة، شرط أن يكون العدد كامل، يعني 1، 2، 3، 10، 15 وهكذا. أنواع وأشكال المتغيرات، تصنف المتغيرات تحت عدة أشكال على النحو الآتي: متغير مفسر بالفتح هنا الفاعل، المفسر explanator هو الذي يفسر،
هو الذي يفسر التغير الحاصل في الظاهرة المسألة. البحث الظاهرة المسألة اللي بدي أبحثها هي عبارة عن ظاهرة فأريد أن أفسرها، وبالتالي بستخدم متغير اسمه المتغير المفسر. مقابل هذا المتغير المفسر هناك كل ما عدا من المتغيرات التي قد تؤثر في الظاهرة المسألة أو المشكلة تسمى متغيرات غريبة أو خارجية extraneous أو exogenous في بعض الأحيان. متغير تابع dependent variable مقابل متغير مستقل independent variable. هنا المتغير المستقل هو الذي يؤثر في المتغير التابع. المتغير التابع من اسمه تابع هو الذي يتأثر بالمتغير المستقل. المتغير التابع هو كمية تتبدل قيمتها عندما تتغير كمية أخرى مستقلة عنها، أي عندما يأخذ هنا تحديدا المتغير المستقل قيما مختلفة أي متغيرة. فالمتغير التابع هو المتغير المفسر المفعول به يعني، أما المتغير المستقل فهو المتغير المفسر الفاعل، وقد تكون علاقة بين الاثنين موجبة طردية أو سالبة عكسية. نتابع الفرضية. الفرضية فرضية البحث اللي هي research hypothesis، العمود الفقري الذي يقوم عليه البحث هي الفرضيات، هي قول أو تصريح أو عبارة تنبؤية predictive statement تربط المتغير التابع بالمتغير المستقل. لابد أن يكون في الفرضية الواحدة متغير مستقل واحد على الأقل ومتغير تابع واحد على الأقل. الفرضية ثاني مرة، الفرضية هي تخمين أو ظن، نكرر هنا الأفكار حتى تترسخ، تخمين أو ظن ذكي، المهم يكون هذا الظن أو التخمين ذكي ليس يعني عشوائي، ذكي حول الحل الممكن للمسألة اللي هي مشكلة البحث. الفرضية هي قول تنبؤي محدد لا لبس ولا غموض فيه، كأن نقول لاحظوا هاي الجملة الآن الستيتمنت هاي تؤثر أسعار الفائدة عكسيا على الطلب على الاستثمار. إذا هنا لاحظوا لي دقة الحديث أنه أسعار الفائدة تؤثر عكسيا على الطلب على الاستثمار، معنى هذا الاستثمار مرتبط هنا بأسعار الفائدة. فتصف هذه الفرضية بشكل مؤكد وراسخ ماذا ينتظر الباحث من بحثه إذا قام ببحث أسعار فائدة وعلاقتها أو علاقة طلب على الاستثمار بأسعار فائدة، وتعبر عن المجتمع الإحصائي الخاضع للدراسة. مين اللي بدأ أنا أدرسه عندما أتحدث عن أسعار الفائدة والطلب على الاستثمار؟ سأدرس أسعار الفائدة والأوكي واللي هو طبعا المجتمع الإحصائي، أسعار الفائدة والطلب على الاستثمار. مهم جدا إذا يعني أن نتحدث الآن عن ما هو المجتمع الإحصائي الذي سيؤدي الغرض في دراستنا حول أثر أسعار الفائدة على الطلب على الاستثمار. الفرضية مقابل مشكلة البحث. ننظر إلى الفرضية باعتبارها ظن أو حدس أو تخمين قابل للاختبار، وقد تكون الفرضية صحيحة أو قد تكون خطأ خاطئة يعني غير صحيحة. هذا بناء على ماذا؟ بناء على الاختبار. أما مشكلة البحث فهي سؤال فضفاض لا يمكن اختباره بشكل مباشر إلا إذا حولناها أوكي إلى افتراضات قابلة للاختبار. يعني سؤال بسيط هيك، هناك علاقة بين أسعار الفائدة والطلب على الاستثمار، هذا يعني كلام عام، لكن إذا حولناها على شكل فرضية كأن نقول هناك علاقة عكسية سالبة بين أسعار الفائدة وحجم الاستثمار، بيكون بالحالة حولنا مشكلة البحث إلى افتراضات قابلة للاختبار. مظاهر وصفات الفرضية الجيدة: أن تكون واضحة ودقيقة في بعدها المفاهيمي. كل فرضية فيها مفاهيم، على سبيل المثال فرضية أسعار الفائدة والطلب على الاستثمار، يعني أسعار الفائدة ما هي المقصود بها؟ ما المقصود بالاستثمار؟ ما المقصود بالعلاقة العكسية؟ فيجب أن تكون من بعدها المفاهيم، هذه المفاهيم يجب أن تكون واضحة ودقيقة. أن تكون محددة المعالم specific ومحصورة النطاق. نعيد المثال نفسه، أسعار الفائدة تؤثر عكسيا في الطلب على الاستثمار، لاحظوا لي محددة محصورة النطاق بين متغيرين، هذا متغير وهذا متغير ومحددة. أن تكون متسقة consistent مع أهداف البحث، هدفي أن أتعرف عن العلاقة بين أسعار الفائدة والطلب على الاستثمار. لا يمكن نحلها والله أني أسأل شيخ جامع ولا مدير يعني بقالي، لا، هنا يعني في أهداف معينة يجب أن تكون متسقة مع البحث.
أن تكون أفضل من غيرها. هذه الفرضية يعني الآن الباحث الحصري في الذكي يختار يعني يضع عدة فرضيات ثم يختار أفضل واحدة منها، فيجب أن تكون هذه الفرضية أفضل من غيرها من بين البدائل المتاحة، أن تكون قابل للاختبار، مش يعني إشي معجزة. عفوا، لنفترض أنه واحد يعني ادعى هيك وأنها غريبة، بأن الذي يتوفى وهو عطش يذهب إلى الجنة، كيف يمكن أن أختبر هذه الفرضية؟ يعني أوكي، أن تكون قوية من حيث توقعها، expectancy، أي ماذا يتوقع الباحث من الفرضية أن تجيب عليها من أسئلة حول علاقات المتغير في الدراسة. نتابع مظاهر وصفات الفرضية الجاية. تكملة، أن تتميز بالبساطة ما أمكن الباحث ذلك، أن تكون هادفة بشكل محدد ولا تحتوي رأيا عاطفيا أو موعظة، مهم جدا. أن تكون مقبولة وذات صلة بالنظرية، يعني افترضنا الآن بأن أسعار الفائدة لها علاقة عكسية بالطلب على الاستثمار، ما بسأل منجم ولا إني بذهب إلى نظرية الفلك، هنا النظرية اقتصادية على سبيل المثال. أن تتوافر لاختبارها والتعامل معها التقنية وقاعدة البيانات المناسبة، مهم جدا. هاي بدون بيانات لا يمكن أن نختبر أي شيء مهما كان نوعه. نتابع مصادر الفرضية الجيدة، الحديث مع العلماء والخبراء والممارسين في حقل التخصص، فحص البيانات والتدقيق في العلاقات والاتجاهات الممكنة، مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة، الاستكشاف الشخصي والمشاهدة الشخصية بعد التمعن والتفكير العميق، مهم جدا، هذا برجع لقوة ذكاء الباحث، الاستنباط المنطقي من النظرية ذات الصلة، كلما تعمق الباحث في النظرية ذات الصلة يستنبط منها أشياء، الدراسات، كلما زادت دراساته واطلاعه والقيام ببحث استكشافية إضافة إلى حدس الباحث وذكائه الشخصي. أنواع وأشكال الفرضيات، تأتي الفرضيات على أشكال وأنواع متعددة. الفرضية الوصفية التي تصف فقط بسمها descriptive hypothesis، تقوم بوصف مظاهر المتغير المعني مثل حجمه أو توزيعه، والمتغير هنا قد يكون شيئا ما، مؤسسة ما، فرد أو أي حدث ملموس. وعلى سبيل المثال يمكن وصف مظهر الشركة العابر للدول transnational companies هذه بواسطة فرضية وصفية كما يأتي، كأن نقول مثلا الشركة العابرة للدول كبيرة الحجم، توظف عددا كبيرا من الأفراد، أرباحها كبيرة، مملوكة من عدد قليل جدا من الأفراد. لاحظوا لدقة الكلام ووصف يعني الشركة العابرة للقارات، ويمكن أن نختبر على أرض الواقع. هذه فرضية وصفية بامتياز، لأنها وصفت شيئا ما ببعض التفاصيل واضحة ومحددة وقابل الاختبار على أرض الواقع. نأتي على فرضية علاقة بسموها relational hypothesis أو فرضية علاقية أو ما تسمى فرضية مفسرة explanatory hypothesis، هذا نفس الشيء. يعني هنا فرضية العلاقة والعلاقية هي نفسها فرضية مفسرة، تقوم هذه الفرضية بشرح أو تفسير العلاقة بين المتغيرين. قد تكون العلاقة المقترحة من قبل النظرية طردية، العلاقة يعني بين المتغيرات، هنا متغيرين المقترح من قبل الفرضية طردية أو وعكسية سالبة. مثال، الفرد المتعلم يكسب دخلا أكثر من الفرد الأقل تعليما، هذه فرضية دقيقة جدا يعني تفترض علاقة الآن بين مستوى تعليم الفرد والدخل الذي يكسبه، وتقول بأنه كلما زاد هذا زاد هذا، وطبعا العكس متضمن، أنه إذا انخفض التعليم انخفض الدخل. في هناك فرضية سببية، لاحظوا الأشكال وأنواع الفرضيات، فرضية علاقة، هنا فرضية سببية causal hypothesis، تقوم هذه الفرضية بتحديد سبب تبدل قيمة متغير ما بسبب تبدل قيمة متغير آخر. مثال عليها، كلما ارتفع سعر السلع العادية انخفضت الكمية المطلوبة. لاحظوا دقة الكلام، أنه ارتفاع السعر يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة، وبالتالي فهي تربط المتغير التابع اللي هو الكمية المطلوبة في هذه الحالة بالمتغير المستقل اللي هو السعر في هذه الحالة. فرضية العدم هنا مهم جدا، هذه اللي هي أساس البحث العلمي. null hypothesis هي الفرضية التي تنفي وجود علاقة بين متغيرين أو تنفي مظهر ما عن متغير ما، فهي فرضية نافية أو عادمة للعلاقة أو المظهر المبحوث.
ومثال عليها مثلا كأن نقول لا يؤثر سعر السلع العادية في الكمية المطلوب منها، أو ليس هناك فرق ذو أهمية إحصائية بين القيمة المقدرة والقيمة الفعلية. عادة ما تكتب كمالي H not هنا لا علاقة، يعني بحط لا علاقة أبصر شو هي علاقة. هنا مثال H not بيقول لا يؤثر مستوى الدخل في كمية الاستهلاك في الاستهلاك. إذن هذه الفرضية تنفي وجود علاقة، ليس هناك علاقة بين الدخل والاستهلاك. مقابل ذلك فرضية البديلة بتقول تؤكد. فنتابع الآن على الفرضية البديلة، وهذه الآن فرضية البديلة. فرضية البديلة هي alternative hypothesis، هي الفرضية التي تؤكد وجود علاقة بين متغيرين أو لا تنفي مظهرا ما عن متغير ما، فهي فرضية مؤكدة أو مثبتة للعلاقة أو المظهر المبحوث. مثال عليها يؤثر سعر السلع العادية في الكمية المطلوبة منها، أو هناك فرق ذو أهمية إحصائية بين القيمة المقدرة والقيمة الفعلية. تكتب كمالي H1 اللي هي alternative hypothesis، تكتب علاقة كيف. مثال عليها يؤثر الاستهلاك في يؤثر الدخل في الاستهلاك، يؤثر الدخل في الاستهلاك معنى آخر هناك علاقة بين مستوى الدخل ومستوى الاستهلاك. فطبعا نختبرها مقابل طبعا الفرضية العدم التي تنفي هذه العلاقة. وهنا تصاغ الفرضيتان العدم والبديل كما يأتي. H1 لا علاقة، لا يوجد علاقة. H0 هنا لا علاقة، H1 هناك علاقة. نتابع أشكال العلاقات. هذه الآن علاقة لا اتجاهية non-directional، فقط قلنا نقول هناك علاقة بين X و Y، لم نحدد الاتجاه، وبالتالي هذه علاقة لا اتجاهية. هنا هناك علاقة اتجاهية directional، كأن نقول كلما ارتفعت قيمة X ارتفعت قيمة Y، فيكون المتغير X مستقلا ويكون المتغير Y تابعا. مهم جدا أحبتي أن نفرق بين علاقة لا اتجاهية non-directional وعلاقة اتجاهية directional. فرضية اتجاهية الآن What is directional hypothesis؟ إذا تغيرت X أي ارتفعت أو انخفضت، لاحظوا التغير هنا ارتفاع وانخفاض، فإن Y سترتفع أو تنخفض، وهذه رابطة سببية. بمعنى آخر أن X يسبب تغير في X يسبب التغير في Y، أي أن تغير X يسبب تغير Y، هاي بسموها فرضية اتجاهية. لاحظوا لي الاتجاه واضح بأن هذا يؤثر إيجابيا على هذا، وكل إذا انخفض انخفض إذا ارتفع ارتفع. العلاقة الاتجاهية directional relationship إذا ارتفعت X ثم ارتفعت Y تعني بأن العلاقة بين المتغيرين طردية. إذا ارتفعت X ثم انخفضت Y، لاحظوا directional ها مهم جدا، إذا ارتفعت X ثم انخفضت Y تعني بأن العلاقة بين المتغيرين عكسية. إذا تغيرت X ولم تتغير Y تعني بأن ليس هناك أي علاقة بين المتغيرين. فرضية لا اتجاهية non-directional hypothesis اللي هي الصيغة الأفضل فقط، يعني تقول بأن هناك ارتباط بين المتغيرين، لكن هل هو ارتباط سبب؟ لا طبعا. فهناك علاقة بين المتغيرين X و Y لكنها ليست علاقة سببية non-causal، بل علاقة ارتباطية correlational. العلاقة الارتباطية هنا علاقة ارتباطية موجبة، عندما تسير قيم المتغيرين X و Y مع بعضهما بعضا في اتجاهين مرتفعين، أو أن قيم X و Y تتغيران في الاتجاه نفسه. لاحظوا لي هنا X، هذه Y، هذه X وهذه Y، لاحظوا لي نفس الاتجاه يعني متصاعد، لكن لم نحدد بأن هذا يسبب هذا أو هذا يسبب هذا، فقط correlational relationship علاقة ارتباطية. علاقة ارتباطية سالبة عندما يتحرك كوفاريون المتغيران عندما يتحرك المتغيران X و Y بشكل معاكس opposite لبعضهما بعضا، هذه عند X وهذه Y، هنا عندي X وهاي Y، لاحظوا لي فهذا ينخفض وهذا يرتفع. أوكي، فهنا يعني نسميها علاقة ارتباطية سالبة. وظائف الفرضية، تؤدي الفرضية وظائف هامة نوجزها كما يأتي. تساعد في توجيه البحث نحو المسار الأصح، تحدد البيانات التي يحتاج إليها الباحث، تساعد في تحديد مصادر البيانات، تساعد في اختيار نوع أو شكل البحث العلمي المناسب، هل هو وصفي أو استدلالي وما شابه، تساعد في اختيار طريقة تحليل البيانات في بعض الأحيان
تحدد تقنية التحليلات أو التحليل الأحصائي تساعد في تطوير النظرية. طبعا هذا أكون قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة العظمى، وإن شاء الله في المقاطع اللاحقة ستكون متخصصة في كيفية كتابة البحث والتحليل وما شابه، طبعا يحتاج إلى دراية إحصائية وبالكتابة. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.